واش الدراري، السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. انتم كتشوفوا هذا الفيديو، مرحبا بكم في نهار جديد، انرجي جديده ورياكسيون جديده، احسن رياكسيون في مجره درب التبانه. رجعنا لكم عاوتاني بفيديو على مايدي، نشوفوا هذه المره شنو قال في هذا الفيديو. ما تنساوش اللايكات كما العاده، ما تنساوش لي لايك الدراري، وراه انتم اللي طلبتوا لنا اننا نكملوا في مايدي. الله يرحمه، الله يرحمه فقط، الله يرحمه الدراري، الله يرحمه. حاجه اخرى، طلبتوا لنا وقيلا الفيديو اللي جا في قناه النهار، ياك قناه النهار طلبتوه بزاف، حنا تنجربوا الدراري نابلوديو الفيديو اللي فيه شي بلوك، فيه بلوك ولا كوبي رايت، وعاد نحطوه لكم. هذا ما كان الدراري، وخليوا الكومونتيرات الحلقات اللي بغيتوا ولا لي فيديو اللي بغيتوا ديال مايدي نديروه. ولا كان شي واحد اخر عاوتاني كيعجبكم قولوا لنا في الكومونتيرات نقلبوا عليه ونديروه. هذا ما كان الدراري، ما تنساوش تدوزوا لتيك توك، تيك توك لقطات تما وكدا، راه سيفو شي 40000 ضربه. فهمتي، هجنا في تيك توك الدراري، نكبروا الشباب ديالنا. فهمتي، حنا باغيين غير باش يكبر، فهمتي، حيت التيك توك كيتبارطاجا بنادم بزاف، ماشي بحال اليوتيوب. صعيب تبارطاجي، بركة لايك اسر الرجال والنساء. باش كيف تساعدني كزوجة؟ تاع الزواج هذيك اللي تساعدني. اها، كون نبطل، كون نبطل انا صباح تروح تخطبها انت، كنقول لك قلت لي عليها قحبة ونكهة والجراي، كيف تديها انت؟ كيفاش والجراي؟ حضرت العيان برك تقولي تديها انت. هما غايجيو الفقهاء وهذوك يقول لك راه كيخسر الهضره، الفقهاء اللي كيصليو الصلوات ديالهم في وقتهم، والمنافقين. اي واحد راه كيخسر الهضره في اللي غنموتوا كامل، براسنا نخليو فيديو. كنشوفكم المنافقين. مشكله هذا. والجراي كيف تديها انت؟ تتقول لي هذه حضرت العيال. كتعرف الزواج واقع. تقول لي تديها انت. صح ولا لا؟ صح. ضحكة. قال لك راقي. كد المونجي. قلت له راقي، لقيته وين؟ راقي اللي راقاني لقيته مرندر في بجاية مع واحد خاوي صغار وسطا، مش دخلوا لي ب 100 الف. حتى قال لي شنو من رايحين بقالة زبراء مفيقة ولا تصروا الناظرين، بف ضربوا لي 100 الف وراح. باغي يضرب عليك. صفري قرات صوت البقرة وكيزرب عليك. طيح مني قبيلة. راك انا اللي عطله الا ما لقيتش بقره الزفر افريقا وحدي، ولقيت روحي بروحي لا حتى نمديها له. الفرق الدراري راه يمكن لك تسرقي راسك براسك، ما فهمتش علاش كنمشيو عند علاش واش ما كتعرفوش تقرا القران؟ ما عرفتش القران لا تلقاه، طلق غير القران وتسرقي راسك. وكاينين اصلا صور باش انك البقره المعوذتان ايه الكرسي، هادو باينين الدراري. مثل 100 درهم يا خالي حين عطيناك الكور. اي خليني حسن عجل اصلوخ ايش اللي بنس برسير الاونلاين نحيرا. اسمع كنت راح اسقسيك دقيقة بخ. كنت راح اسقسيك امبارح اللي قلت لي واش بو ذاك اللي قلت لي الله اكبر شكون؟ ابراهيم فايجا كاين منها صح؟ اقسم بالله غيصلي هاي اللي كثر على شي واحد ان عندك الكول بازل لينا بيك ان جينيك واش ديروا هذاك؟ رئيس جمعيه مسجد. والله غير حطيتك تضحك. رئيس جمعيه المسجد شو كيدير؟ مشكله صافي. تم لا راح نقول لك رئيس جمعيه المسجد 60 دولار راه ربط اصبر دقيقه يصلي بالشانيل. الدراري واحد الحاجه عاوتاني، ما تبقاوش تكتبوا لنا في الكومونتيرات راه قتلوه الدوله والتخربيق، ماشي سوقنا صاحبي، علاش قتلوه الدوله؟ زعما هو ما عرفتش ما انت ما اصلا حنا ميتين كاملين الدوله، شنو هاد الهضره صاحبي كتقول؟ بنادم كيفكر بعيد. بقاو تسولوا عندك شي دليل قتلاتو الدوله؟ ما يقتلوش صاحبي الله يرحمه. اش غايدير زعما هو اللي غادي زعما ما يديه هو اللي غادي يخرج في النيطه، واخا دير مظاهرات ما شحال من نسامو ما كيبقى والو، كيقتلوا ما تسرعوا. ربع اسمع 12 ديال ديك في الدار ديالي في لانيفيرسير تاع احلام وفيروس صباح رئيس الجمعيه اسمع مخي مركا ايرور في الصيف الزبيب. انا خط شوفني كنقول تهبلت نهار بيعوا لي عطاني شكاره دقيق فاس ها فاس هز فاس منو هز شكاره دقيق من عطاي لازم تدي ها فاس كيهضروا كيضحك شكاره دقيق لازم تدي معاه الفاس يعني الفاس كيقول لك البيان اللي حيوط طرابندو شلك في البير نابي تنزل سلعه من المعبوده قطعوا لك تقشير بالله الكول راح تنتين نديرها حالها
هي مرضي بلا تخزين ها انا وين تعرف قلت لي بلادنا وين تعرف مش تعرف هذا خريه قلت له الديسكو تعرف هذا الدفله انا غير هاك شوف ها كنت في الالمان 15 سنه في الالمان وهي نظيفه جديده البسها في الجزائر شوف ولاد كي الزبي شنو كان وقع لي في رمضان؟ وقع لي ستوري تايم في رمضان عاودنا ستوري تايم ديالك ونساو ستوري تايم ديال غادي كنتشتا كنتشتا وغادي مور الصلاه غادي للقهوه ودابا كاين واحد الشانطي لحدا الجامع هذيك لحدا الجامع هذيك راه ضايع شنو قلت قلت راه كاينه غير واحد شويه ديال الماء هكا كنصطم هبطتي رجلي كامله هبطت وليت كامل الماء مشيت للقهوه بداك الماء 100 قال لك قد القحاله البنيه التحتيه البنيه التحتيه دري ودا البنيه التحتيه البنيه راهي الاغنام حديقه التجريه هي حديقه الحيوانات ما بقاش كيف بقاش خصني بقاش تجيبها بسته تاع الصباح تاخذ الدرون اللي جيت خلاص هاد البنيات على فيلم خلاص البنيات خبارك راه المشكل كاين حتى فينا حنايا الشعب هكا فاش كتمشي بحال دابا تصور حدا شي بلاصه في اوروبا كتبان بحال مصور غير هنايا وانا فري المشكل حتى فينا حنايا ماشي مشكل غير في البلاد حنا دابا تمشي شي برج ايفل ملي يبان لك بحال شي بوطو ديال الضو مصور فيه ولا غير بوطو ديال الحديد وفهمت المهم زعما كيبان زوين هكا في التصاور هكا التصاور كيبان واعر تمشي انت ولا انا حدا دابا بالرجوله دابا حنايا كنبقاو نتخاراو مع الجزائريين ماشي حنايا الزليجيه ديال الزليجيه اللي كيمجدوا اي حاجه على البلاد فهمتي كنبقاو نبينوا الحاجه الزوينه مع العلم انه راه شويه زوين كاين واحد شويه الجامع زوين واحد شويه ولكن اجي تشوف حيت كاين المغرب وكاين موروكو فهمتي وعاوتاني كاين الجزائر وكاين الجيريا راه هادشي ما غنهربوش منه الخرا هو الخرا حنا في الخرا الفلوس باش تبان زوين في الفلوس فاش تكون عندك الفلوس ما غتمشيش للبلايص ديال المغرب بلاص المغرب وتمشي بلاص موروكو تمشي بلاص موروكو الجيريا فهمتي لا تونيزي جري معايا عاود تريبولي نرجع شو التريبول هو اللي جيت خلاص هاد البنيات على فيلم شو هادي اللي فيو هادا تدعى سمعتها قبيلة البنيات مشكلة مع الماي نلعب بالافعى قش عن قش كيلو قلت لي قش قلت لي قش تعينا غسلوا واشتغل شتا كيفاش؟ شتا كامل عندي 40 فيزتا 40 فيزتا كل زمان نلبس فيزتا كيخمجوني كون في الكابا نخزنهم نعمل نيغوسي مع الديكريساج يقول لي 50 نقول له ازوجي قال لي مادام لي في السيروف نخبيهم بعدي انا ما خرجت قش الربيع عندي خزانه قد زب الحلوم قد زب الحلوم اقوى وصف سمعته بحياتي كل له الحمار كل ديال البغل الحلوف واش الحلوفه الحلوف يعني نجيبو مره نعطينا تاع اللعب في الشتاء ونخوخ في الشتاء والعنب في الشتاء ونجيب لها تريسيتي ونسلك الماء وهذاك وزيد نعسها بالميني كوليس وعلى الاخر واش نلقى مقامره نتفاهم مع خضار يا فرنسي الخوخ في الشتاء تقول لك مجرد قول لك تجيب لها الدلاع في الشتاء وفري العنب في الشتاء وتقول لك ماشي راجل انا مشكل من واحد يا الراجل شوف يا الراجل ما غير مني من سير يا الراجل واش من ما يقول لك راه انا الزوج وتزوج يقول لك راه انا ظني وتظني وبعد تقول لك راه نطلق وتطلق واش من ما واش من ما مره تقول لك قال لا قال الرسول وانا كنجيب كل مره يقول لها بونجور مدام يقول لها بونجور اللي تما دي داك ما تسوقها كي دون لا دابا ديك الكوميديا السوداء وراه بصح هادشي فهمتي راه بحال جاي من المستقبل هذا انت كي كنت الهضره اللي الواقعيه اللي كاينه ما كنتش انا بالغلط سماي ديالي دروكي يا ودي جاب هول انا جبت ب 100 مليون باش زوج بها الاخر كي تمريه قال بونجور مدام وزيد لا كلاس انت كولا بغيت كولا قال لي جيب ب 100 مليون قال لها بونجور مدام وزيد لا كلاس بلا زوج ديال زبيره راقي واش قال لي؟ قال المرأة التي تخرج بدون إذن زوجها مطلقة، رحت للدار ما لقيتش المرأة طلقتها. الصيف كلاني زبي بالبنيات، رحت للصيف بالبنيات على طفلة، ندمت كي طلقت المرأة. طلقني قال مرت الإمام مرة ندفع مع صاحبة وتعوم بسترينج، رحت الإمام قلت له زبيتها، قلت له بدون إذن زوجها مطلقة. طلقني المرأة عطيها خلي تزبي البنيات وتذبح بين ربك. هاي واش قال لي بكري
كي طلقت انت في 2002 كان الاسلام هذيك هي شريعه بدون اذن زوجها. برك عليه دم هاجل. الاسلام دخل في العولمه. دخل في العولمه. نيكها انت بالسبت وانا نيكها بالحد وكي الجمهوريه نيكها بالثلاثه وعندها الحق في الصيف تعوم مع صاحبها. وكي تلقاها في جولف تقول لها الزبده راكبه في الجولف تقول لك الجولف فروت برك. هي كتروح له تقول لك فروت برك. وجيت جيت تروح في ميغان تقول شكون مول ميغان كيضرب لهم فرود برك كونيسونس برك فرود برك ويا جوز داخله في العولمه داخله في العولمه يحضروا القح بالضمياطي. دابا هذا الموضوع خرب فيه نضحك هو كيضحكك الطريقه ديالو كره صاحبي دابا هذه الهضره كامله اللي كيقول راه واقع صاحبي وبحال راه قال دابا هي هو تخسر الهضره دابا بنادم ما يبقى يجي فين نلقى هنا دابا تلقى ما على بالوش بلي راه كيتصور ولا شي حاجه بحال والو تلقى يقدر يكون ما هو ما عارفش بلي غادي يتحط في يوتيوب اصلا داكشي شنو واخد راه احسن على بالو من نغطيو الشمس بالغربال الدراري راه كلنا كنخسروا الهضره كلشي كلنا كنخسروا الهضره صاحبي العالم كيخسر الهضره فهمتي الله يسمح لنا كنديروا واحد المونكار ولا شنو نسميوه شنو نسميوه معصيه ولا ذنب دير واحد الدم واحد الدم فهمتي الله يغفر لنا وصافي ولكن راه الاهم حاجه بنادم يصلي دير الاهم دير داكشي المهم ماشي انت ما كتصليش وتجي تهضر على واحد تقول له علاش كتخسر الهضره راه ما راه ما كتلاقاوش رفقيه كيديروا مناتير كيقول لك دير اي حاجه وسير صلي فهمتي غير سير صلي اخويا ما درتش حيت من بعد معاصي الكبرى وكاين اللي كيدير المعاصي الكبرى كتلقى كيمشي يصلي بيك النهار هذا والصباح كيصبح كيقطع في الفجر كيمشي يصلي بيك كتلقاه ما كيديرش ابيل فيديوهات في الشكال انا راه في الجامع كنشوف شي وحدين كنقول هذا ما يمكنش يكون كيصلي كنلقاه في الجامع شحال مره كتلقاه فهمتي ولا ما يمكنش دونك احسن حاجه هكا اما شي جاري به العمل تخسر الهضره راه كنخسر حنا كنا كنديرو راه غير شتي كن كيتمرك عليه بيت كتقول له زب باش كدير ايش هذا غير كوره كيخليك تجبد الدين غير كوره هذا غير كوره كتخسر الوقت تعلمت القوه نتاع الالمان تعلمت القوه نتاع تونس نتاع السويس نتاع هنغاري نتاع بولونيا بصح جامي شفت ولاد القحاب كيما سطيفيه علاش سطيفاش؟ سطيفي هو سطيفي شد النقاب راه ولا جاري به العام راه ولا كتخبي كتخرج بالنقاب وكتلقى في البوار عادي ماشي غير في السطيف راه في العالم كامل حساب السعودي ماشي ماشي انا كنت كنشوفهم مباشره صاحبي كانوا كيقراو معايا وكيديروا كيخرجوا في النقاب كيطلعوا في الكات كات خصك تقول هادشي في العالم العربي تخدم شي طرانج ارواح حكينا على الجهاد برك ارواح اواش هو راجع كيجري وانا راح الجهاد ومرتي فيها مرة فانتونس كوني عاشها تعزها انت بيت بيت نيك فراي دابا دابا بالرجل مساكن هذوك العسكر هما اللي كيعانيو باش حيت دابا العسكر كتلقاه غايب على مرتو مود صعيب صاحبي العسكر يتزوج يلقى شي مرا ديال بصح ولكن حتى هما فاسدين بالرجل حتى هما كيمشيو باش يكونوا ماشي كاملين ماشي كاملين حنا ما كنعمموش ما كاينش التعميم ولكن الاغلبيه كتلقاه مثلا بعيد على مرتو بواحد 6 شهور 6 شهور 8 شهور صعيب فهمتي راه صبر صبر تكون انت يا راجل وتكون هي عاوتاني مرا ديال بصح امزي راه صعيب فيها الا ما تروحش الجهاد ولا نعجبكم نساكم نتوما تروحوا الجهاد كيما راكم عطاتوني البابيشات والبنات نعزهم لكم انا باحترام باحترام وكيفاه كيفاه دير باش تجهد جهاد شنو كيفاه ندير واش تاكل مش ما تاكلش تروح هكذاك برك اه الجهاد لازم تعطيني زوج قراعه ديفان زوج طراف زطلهم باكي بزيرفاتيف وعشر اسرائيليات نيكهم بارا فيو بين اللي يشعروا بتاعي شرط ثاني وقبل ما ننتحل لازم نضرب الترمى شعرهم وبين تزلو كرايه فوق انا نهزلو كرايه دربوك ابرك عندما ترقد على كرشوك تسمع ضرب الدربوك ويأتيك المصروف في يدك امورك واضحة امورك واضحة هالي تولي مواطن صالح وموهوب موهوب مع شهرون كامل امورك بعنيك وتمنيك مع شهرون تقلبها عولمة وعلم والله والله الا كيقول غير اللي كاين كيقول الحقيقه بطريقه قرب غير الطريقه فهمتي نقاويه نقاويه دابا في الكاميرا راه نهضروا هكا القهوه كنقيلوا كنهضروا دابا حنايا شعب منافق حنا منافقين صراحه كميه النفاق عندنا
وبعد باش كتخسر الهضره فشي فيديو كتخسر الهضره وراه كتسمع كتخسر الهضره كتخسر الهضره انت بوحدك كتخسر الهضره اي تبان لك ما تخسرش الهضره مع الشعب هذا ما يمكنش مجتمع في تاني ها شنو هي خدمه في اللوطورون وانا نوض على 11 نكري في الميت نبدا نبنيط ونرقد زيد نوض على 11 أموري واضحة في الجزائر. أموري واضحة. أموري في الليكس. قال لي العهدة الأولى نزوجك راح طلق لي المرأة. العهدة الثانية قال لي نسكنك جيب شناوة يسكن ولا تقحاف منك في المارفورو لايت في المارشي كوفير. مارفورو لايت. وأنا الكردي بالحليب. العهدة الثالثة قال لي نخدمك شناوة يخدموا في ليزايروبور. وأنا بيت نصدر. هذيك اللي خدمة للزبي وعهدة تجيب عهدة ويتمني قليلة. والربع؟ الربع خارجة الدومي هي الكل في الكل لخاطر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك نعنة الله على قوم تحكم فيهم امرأة فري فري هاد اللعيبة ما عرفتش لعنة الله ولا لن يفلح قوم تحكم فيهم امرأة ما عرفتش ما عقلتش لن يفلح ما عرفتش ما بغيتش لا نخل. هو قال لعن الله قوم انا كنظن لن يفلح ما نعرفش لن يفلح قوم تحكم فيهم امرأة ما متأكدش انا ما متأكدش انا ما عرفتش والله اللي هو قال واي كنقول لهم على الالمان قال لهم ما ربحناش مراك ما ربحناش دولة كنشير شمه كنشير شمه ياك هو هذاك البيت لعبه الكونغو كل لخاطر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك نعنة الله على قوم تحكم فيهم امرأة هاي خالدات امي هي تنيك زوج لي وركر وتجي تدخل على الزبي انا تقول لي الاستاذ نعطيك سكنه واصبر برك قلت لهم اعطوني بطاقه الصبر اعطوني بطاقه المعاقدين بطاقه الصبر شوفوا فيها الاولويه عندك الحق تنعن تزبك القاضي تحقيق في المحكمة مطرش الحبس هاي الأولوية الأولوية مادة 32 تعطي هذه البطاقة الحق في الامتياز المنصوص عليها من القانون رقم 0209 هذه تاع الترمة والأخرى تاع السوق غير بلي في هذا الفيديو هذا وي سبونتاني واك داير اي غادي غادي الله يرحموا الدراري نطلبوا من الله يرحمهم دعوا معاه الدراري في الكومونتير بالرجول وهذيك تاع المصان 35 المؤرخ فيه 35 صفر عام 1423 موافق 8 يناير سنة 2002 يتعلق بحماية الأشخاص وترقيهم المعوق حماية الأشخاص المعوقين وترقيهم لا سيما المادة 32 المادة 32 تقدر ترضى لي وما نرضى لك هذه الأولوية عندي أنا أنت ترضى لي وما نرضى لك عندي الأولوية داكور هاي بطاقة المعوق الإعاقة الذهنية 80% زوج يجي العهد الربع يتنيك ربي يولي 100% إعاقة يولي زبي ويراك في 100% فيديو عامر هاد اللقطة ما غنحطوهاش الدراري احتراما لي فهمت احتراما لي حيت مات والله يرحمه ما نحطوش هاد اللقطة عودها في التالي لا لا ما فهمتي ما ظنيتهاش اصلا انا ما جاتنيش في بال الشباب هادشي اللي كاين مع الشيء بنادم ما يدير الله فالروج ولك هو الهضرة ديالو اللي كيقول كلها منطقية ولكن قودها في بواحد الطريقة كثر من الضحك هذا كان الشباب طلعونا في راسكم بيس